جدي جدي قم قم بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك قم 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 ايش فيك جدي انا هاني انا هاني ولد ابو سطحه وري وجهك يا الله اقول يا هاني شفت ابوك يلحقني في السطح في الحاره يبي يدعسني ابوي اي الله يسويها بس لا لا ما توصل هالدرجه يا جدي الله يطول لي عمرك الله يطول ما توصل لا ابوك اوسخ من كذا يسويها انا عارفه وشفت من يصير وش به من يصير استيمه بعد ماسك كلبه يصلخ يبغى يسوي لنا مندي والله هو كريم بس يفهم غلط احيانا يا ابن الحلال يا جدي تعود من ابليس يا ابن الحلال شكلك شايفك فيلم مرعب منه انت اخذته بالضغط ولا لا اخذته يمكنك لخبطت منه والحبة ازرقت منه وتراها تسبب هلوسة احيانا يا ابن الحلال انا اكلتها بالضبط طيب طيب خلاص تعود ابليس وقامة الكرسي والمعوذات وان شاء الله سلام لو ما هنجي يلا يا الله حياتي جدي اعوذ بالله من ابليس وابوك تجي تركب يا ابن الوجد يلا يا الله بسم الله خلي اللمبة لا لا خلي خلي مو جايك للعافية بسم الله ادواخنا للجد بسم الله بسم الله عليكم يا جدي يا جدي هذه الدينة حقت ابوي تايمه فيها كل فجر مقته نفسها تغسل في نفسها يا اخو تقوم تصحي ابوي تاخذ وتغسل وجهه وتمشي نعم الله يصلحك واخر الله اكبر حياه لله الصلوات الطيبات الله وبركاته السلام عليكم الصالحين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر من اللي يتصل ذا الوقت ألو السلام عليكم يا أخي وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله أنا محمد بن علي من بلاد لا تعرفها وين يعني من الزلفي؟ يا أخي لا أعرف الزلفي عجل وش تعرف البطين؟ نعم بطني تؤلمني قليلا عليك بالسدر والعسل ترى زين وأنا أخوك اسمع يا أخي نعم أنت إنسان مسهور نعم أنت لديك سهر مربوط في صندوق سطحة زوالي كان الله في عونك قل بالله والله؟ أنا مسحور؟ أعوذ بالله من الشيطان. ألو؟ ألو؟ أنا مسحور؟ أنا مسحور؟ يا هاني هاني قم 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 يا أبوي وش قم أنا مسحور جدي جدي وش جدك مسحور يا هاني شو؟ جدك مسحور لا قوة إلا بالله يا جدي حلمك ما خلص طلع الصبح ورا لو إن مسلسل ليالي الحلمية كان قضى يا عمري جدك صار مسحور ومسحور من زمان انا مسحور مسحور يا علي روق روق تلاقيه الجن المعاق اللي ساكن جاي ياخذ كرسيه ويمشي نعم الله يسلمك لا يا وليدي المعاق اعطيته خروج وعبده وسفرت لديرته 6 شهور هذا سحر جديد عندك شيء يا رجال اقول له ابوي ولا وش بك ابوك لو شاف الجني بينحاس اللي هو وش هذا اللي كنا ملف شقره ملف شقره ولا دوار الشميسي اهدى 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 مسحور انت ما فيك شيء ما فيك شيء خلاص مليت منك سوي اللي تبي سوي اللي تبي يعني انا حاله ميؤوس منها ميؤوس منها ما فيني رجع جد يا بطل يدي يدي رجلي 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 لملت مسحور يا فاني جدي فاني جدي جدي اقول اذا صحيت صحني واخنا ذا الشاي جدي انت هنا تعال 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 اجلس يا جدي وجه المصايب خل ابوي الحين ساحرني هو اللي ساحرني وجه المصايب اجلس اجلس ان شاء الله ما فيك الا العافيه يا جدي اشرب اشرب ان شاء الله في عدوينك واولهم ابوك يا نورة ابوك ساحرني ودافن السحر في سوق الزل يا
يا جدي يا جدي انا قاعد اسمعك وانا في غرفتي هناك وقاعد تحط عينك في عين الصوره وتتسب ابويا بالعلى وراك انت يا جدي انت لا انت مسحور ولا شيء هذا نصاب ويبي ياخذ قروشك وراك انت اي واحنا يام سمعنا عن هالامور الظاهر هذا الشخص يبي يستغلك لانه يحاسب انه عندك فلوس اقول انتم وش دراكم انتم الرجال يبغى يسوي فيني خير يبغى يعلمني عن فعايل ابوكم ساحرني انا اول مره اشوف ساحر يبي يسوي خير اي يسوي خير انا بقولك سالفه انا مره كنت قاعد وجاني تليفون قلت الو قال الو قلت نعم قال انت مسحور قلت شو قال انت مسحور قلت شنو مسحور قال انت مسحور وسحرك في المحيط الهادي مربوط في رجل طير ابو بجع اللي مسوي طيب ولقيت الطير لا لقيت رجله واقف ولا اقول انت وياها ترك ما وجعت راسي هاني ابوي رح جيب لي ابو براس وش ابو راس ده وين في ابو راس يا جدي ابو راس في اول الحاره قل له جدي بيك يلا قم يا ابوي قم يا اخي بتضيع وقتك والله ما ينفع ذا الامور يا جدي وش بك يا حلو انت بتروح تجيبه ولا اشوف احد غيرك خلاص بروح اجيبه ابن الحلال وش فيك بس من الاخير ترى اخر شيء بيصفقك وياخذ قروشك ما عليك مني راح جيبها بس هاي انا ابخس ابروح غرفتي واغير واطلع اجيب انا ابخس الحين ابو راس بيشرب فعل ابوك انت تشرب عصير اي الحين انا اقدر اشرب عصير بسم الله الرحمن الرحيم يجيب راس الله بسم الله السلام عليكم سلام هذا جدي يا الله اقول هذا من هو هذا ولد ابو راس وابو راس وينه راس توفى الله يرحمه هذا ولده الله المستعان ابوه توفى الله يرحمه تعرف انت اي ابو راس ابو راس بيني وبينه عشرة اسحار قصدي عشرة عمر مرة يا هاني ايه؟ طلع مني سحر لقوه حاطينه في وجبة بقماء يا شيخ وما كلته نملة عمية وطلعه مو بسيط لا 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 هذا ولد ابو راس سموه ابو رجل ايه؟ علشان اشارك في سباق 100 متر ودز الاول على فكره يحل مكان ابوه واحسن بعد كفو اسمع يا ولد ابو راس خليك زي ابوك نبيك تطلع 200 جني من ذا البيت في السكن هنا بسم الله الرحمن الرحيم يا دكسل يا ولد اقول لا ياكل لحم البشر لا هذا شوف يا عمي البيت هذا كله سحر وانا لازم افتش البيت يتكلم عربي لا ما علمتني انه يتكلم عربي ما دريت انه فول سيستم يا جدي بسم الله اجل هذيك لغه الجن الاول اي تبي تفتش البيت حفره ابشر شفت قايل لك ان البيت فيه اسحار قم 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 شوف الهدف قم ابشر قم شوف الهدف هو الان على الاون لو سوى شيء قلبه اوف اي يلا شوف الدب ها حي الله حفيد ولد ابو راس يا جدي يلا جاي تعال انت والاستاذ مشعوذ يلا يا ولد حفيد ابو راس تعال هذا البيت قدامك كله انطلق الله اي الله اها شغل الخشم شغل زي ابوه جدي اخذها عينه بدا يشتغل مد بالمخدرات يا جدي زي ابوه الله يرحمه قول لا احد التلفزيون لا احد غيره صندوق العده لا حبيبي انسى الموضوع الا دولاب عده تحت ابوي انتبه خذ هذا وحطه في خشب لكن غير لا في اقول ما اخذ بس خليه يشوفه خليه يدور هنا لو يدري ابوي تبي تفتحون دولابه نكسر كركوك الدهشه انقلع بس علمت عن طق انت وابوك خذ راحتك يا ولد ابو راس وخ يا حفيد ولد ابو راس انا ما اخذتك شوف شغلك ها اي والله شوف بشرني لقيت شيء موجود هنا لا افتح ايه ايه اي والله شم ابوك الله يرحمه كان يشم ويلحس هذا هو
لقيت السحر. هذا هو. هذا هو. ارمى احرقه فكري من تكفى. تعال يا اكون متاتا. وين رايح؟ حط البطارية. حط البطارية. حطها. بطارية جديدة الموتري. وجايبه انت الهايس اللي ما تفهم. ساحر لاعب عليكم ويعزم سمسمية في الأكل. والله. كذاب اجل. بطارية السطحة ديالنا جهرب. Yeah.